بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بنتكلم النهاردة عن قاعدة مهمة في قانون المرافعات، وهي قاعدة تخصص الطعن غير العادي بسببه. الحقيقة إن الحكم هو عمل بشري ولا يخلو من الخطأ، وطريق الطعن فيه مباح زي ما هو معروف. في مصر بيحكمنا مبدأ التقاضي على درجتين، معناها ان انت بتطرح النزاع بتاعك، موضوع النزاع بتاعك على المحكمة مرتين، محكمة اول درجة ومحكمة تاني درجة. محكمة النقد ما تعتبرش ان هي درجة ثالثة من درجات التقاضي، لانك مش بتطرح الموضوع امامها، احنا بنطرح العيب القانوني او الخطأ القانوني اللي هو الحكم المطعوم فيه واقع فيه، لكن وقائع النزاع وموضوعه بتطرح قدام قاضي الموضوع وقدام قاضي الاستئناف اللي بينظر الطعن. عندنا في مصر نوعين من طرق الطعن، طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية. طريق الطعن العادي أساسه عدم رضاء المحكوم ضده، سواء هو أخذ رد اتحكم ضده أو سواء كان ليه طلبات قدام محكمة أول درجة اتحكم له بجزء منها وأخفق في الجزء الثاني، فبيعمل طعن بالاستئناف عشان خاطر ياخد طلباته كاملة. فهنا الطعن العادي أساسه عدم الرضاء بالحكم، إن أنا ما خدتش اللي يرضيني. الطعن غير العادي هو طعن لازم يكون له سبب من الأسباب اللي القانون حددها على سبيل الحصر. عندنا الطعن غير العادي في مصر الطعن بالنقد والطعن بالتماس إعادة النظر. الطعن بالنقد سببه مخالفة القانون، مخالفة الحكم لأن أنا بطعن فيه قدام محكمة النقد للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، فده بيكون سبب من ضمن الأسباب. في عندنا في المادة 249 صدور حكم انتهائي بالمخالفة لحكم السابق حاز قوة الأمر المقضي، هنا دي الأسباب بتاعة الطعن في مسألة النظر. في حالات محددة هي اللي أنا بطعن فيها بالتماس إعادة النظر، اللي هي الحالات اللي وردت في القانون على سبيل الحصر. فلازم أن أنا وأنا بعمل الطعن بتاعي أن أنا بني على حالة من الحالات دي. طيب بيترتب على التفرقة ما بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية إيه؟ أكتر من حاجة. الحالة الأولى إن أنا ما ينفعش ألجأ لطريق الطعن غير العادي إلا لما أسلك الأول طريق الطعن العادي، لازم إن أنا أروح الأول لمحكمة الطعن العادي اللي هي الاستئناف وطعن، وده أفضل لي لأن سلطتها أوسع وملهوش سبب الطعن قدام منها، بطرح موضوع وبطرح قانون استنفذت الطريق ده وأخفقت فيه أو أخدت جزء من حقي ولسه ليا حق تاني، بلجأ للطعن غير العادي اللي هو الطعن بالنقد، يكون حالة من الحالات بتاعته. وبالراعي برضو ان يكون في نصاب للطعن انا اكون حالتي مندرجه فيه، يعني يكون الحكم صدر فيما يجاوز قيمته 250 الف جنيه، ده لو بنطعن بالنقد في حكم محكمه استئناف عادي. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه الطعن العادي والطعن غير العادي في برضو تفرقه بينهم، من حيث ان القابليه للتنفيذ لو انا صدر لي حكم من محكمه اول درجه وغير مشمول بالنفاذ والطعن فيه بالاستئناف، الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، لكن لو صدر لي حكم من محكمه الاستئناف ده نهائي اقدر ان انا انفذه، والطعن بالنقد لا يوقف تنفيذ الحكم الا اذا كان في طلب مقتنم مع الطعن بوقف التنفيذ والمحكمه حكمت بوقف التنفيذ. ثالث حاجه الحجيه، الاحكام اللي بيتم الطعن فيها بطريق الطعن العادي دي الطعن العادي فيها بيعطل حجيتها، لكن الطعن غير العادي سواء النقد او التماس اعاده النظر ليس من شانه تعطيل حجيه الاحكام. دي برضو تفرقه. نيجي للقاعده اللي احنا بنتكلم عليها النهارده اللي هي قاعده تخصص الطعن غير العادي بسببه، يعني ما تقدرش ان انت ترفع طعن بالنقد او التماس اعاده النظر على غير الحالات اللي هي القانون حددها بخلاف الطعن العادي اللي انا اساسه عدم الرضا بالحكم. بتفرع من قاعده تخصص الطعن غير العادي بسببه أو انحصاره بسبب معين كذا حاجة. أولا ما يجوز ليك أن أنت تبتدع سبب للطعن بتاعك غير الأسباب اللي هي وردت في نص القانون محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها ولا يجوز التوسع فيها. لازم طعنك يندرج في حالة من الحالات دي عشان تقدر أن أنت تطعن وتقدر أن أنت طعنك يتقبل. تاني حاجة ما يجوز للمحكمة أن هي
تضيف اسباب تانية للطعن امامها غير الاسباب اللي هي انت اللي هي منصوص عليها في القانون اللي هي اسباب الطعن المحدده حصرا. يعني ما يبص القاضي ينقض حكم وما فيش حاله من الحالات اللي القانون اجاز فيها الطعن بالنقض اساسا هي متوفره، يعني ما فيش مخالفه للقانون، ما فيش خطا في تطبيقه او في تاويله، في مثلا سبب تاني مش مذكور ما ينفعش ان القاضي يحكم بناء عليه. واخر حاجه ما يجوزش ان انت بعد ما تودع صحيفه الطعن بتاعتك وذكرت اسبابها ان انت تضيف سبب تاني جديد، ده مباح في الطعن العادي، لكن في الطعن غير العادي لا يجوز. لو جينا اخيرا لاحكام محكمه النقض هنلاقي ليها تطبيقات كتير، نذكر منهم اتنين. قالت ان تداخل اسباب الطعن لا يبطله، وان كان ده ممكن ان يعني في عيب بسيط فيه، يعني عملت طعن بالنقض، ذكرت الاول مخالفه القانون، تاني حاجه الخطا في تطبيقه او في تاويله، وانت بتشرح الاسباب متداخله، في اسباب هنا ممكن احنا ندخلها في الناحيه الثانيه. محكمه النقض في حكمها اللي صدر 1/12/49 مجموعه السنه الاولى صفحه 48 قالت ان ده ليس من شانه الجهاله، ما دام ان كل حتى لو في تداخل في الشرح مع المحامي هو بيسب، لكن ده مش من شانه ان يمس بذاتيه كل سبب من اسباب الطعن اللي هو استند ليه. الحكم الثاني كان اتعمل طعن بالنقض والمحامي ذكر سبب معين لكن ما ذكرش نص القانون اللي هو بيستند ليه، لكن المحكمه قدرت تستشف من الشرح ومن الطرح بتاعه انه بيستند لنص ماده معينه، فقالت ان عدم ذكر نص القانون لا يعيب الحكم. الطعن ده صدر 5/3/59 مجموعه السنه العاشره صفحه 199. نتمنى ان احنا نكون وصلنا المعلومه، وكل عام وانتم جميعا بخير.